لا منحونها لمحرز في لقاء مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد. إذن نوردين سعدي بدون شك تابعت المباراة حسين و سيرديس. نعم، من 10 ما هي العلامة التي تمنحونها لرياض محرز؟ محرز ولا الماتش؟ لا، لرياض محرز في هذه المباراة. نتابع الإجابات. إذن سعيد 5 من 10، نور الدين سعدي 6.5 من 10، حسين أشيو 5 من 10، وبن شيخ يمتنع عن الإجابة. ماتش مويا، أنا أظن مباراة فوق لمويا فوالا خلو بلا لاباس ديسيزيف وين نا با ايتي طالونشون لا بروف غوارديولا نحاها في الدقيقة 60 لأنه سي لو بلون سي بلون فيزيك سي بلون فيزيك بوتيت ما قدرش باسكو لادفيرسير لادفيرسير مانشستر يونايتد معروف بالقوة البدنية. بن شيخ امتنع عن الإجابة لأنه قال لي كلما أتحدث عن محرز إلا ويحرفون تصريحاتي. يبدو أنه الناس ما تعرفش كرة القدم، الناس ما تعرفش كرة القدم، والناس تهضر بالبروصة والناس تهضر بسوا ديزون العاطفة ولا كاش تقولوا لها. دونك شكون ما نهضر يبدلوا الكلام. صحيح. أنا نعرف مليح كرة القدم، نقولها ونزيد نعاودها، نعرف مليح كرة القدم، ولهذا محرز نطلب له النجاح إن شاء الله. إن شاء الله يجي بالون دور كاع. شوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي كان بزاف ديتورنمون، دوك واحد يقولها يقول هكا. We'll be right back.
لكن انا نعرف بالشيخ، بالشيخ طيب جدا، وهذه فتره وبعد سيرد لي الحديث سيرجو. الله ما نعطر عليه.